مسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا للداء دواء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الأحباب من قناة الرحمة الفضائية نحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم في الله كمال عبد الإله علي، أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب جامعة المنصورة. كلامنا النهاردة إن شاء الله هيبقى عن الخصية المعلقة. في البداية احنا متعودين ان احنا في خلال 5 دقايق كده من خلال الاوضاع الساخنة اللي موجودة في البلد اليومين دول بنتكلم بس دقيقتين عشان نرتاح بس ونبين لبعض مدى خطورة الموقف اللي احنا فيه. الاول بذكر احبابنا بسوريا والجهاد بالمال لهذا الشعب المكلوم، وده بيكون من خلال نقابة الاطباء اللي موجودة في كل محافظة من المحافظات، وهذا الامر مهم جدا وربنا يبارك في الناس الكلام ده بيتم، ولكن عايزينه يزيد ان شاء الله. بالنسبة لينا والاوضاع اللي احنا موجودين فيها دلوقتي عندنا مشاكل كتيرة موجودة، ولكن انا بحب اطمن اخواتنا وبالنسبة لشعبنا المصري الحبيب ان احنا بنتكلم على ان فيه دلوقتي هجمة شرسة على الاسلاميين في هذا البلد، وصوت عالي وقنوات بتعمل مشاكل وبتسوء صورة الإسلاميين وما إلى ذلك، بالإضافة إلى بعض الجهات الرسمية وناس في الحكومة أو الحكومة بتوصل الناس في هذا الوقت، لأن هم عايزين يقولوا أن أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى اللي أنتوا نجحتوهم دول مش هيعملوا لكم حاجة وما عملوش حاجة. أعضاء مجلس الشعب والشورى والكتاتني وغيره 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 قاعدين طول النهار ينبحوا في قلبهم وهم عاملين ودن من طين ودن من عجين، لان هم الجهة التنفيذية، فمش هنعمل حاجة، وبالتالي اللي انتوا نجحتوهم دول مش هيعملوا لكم حاجة، وفي الاخر انتوا برضو في الانتخابات اللي جاية او في انتخابات رئيس الجمهورية وما الى ذلك انتم اللي هتسقطوهم لان هم ما عملوا لكوش حاجة، فده مقصود ان هم مش هيعملوا حاجة. لكن هي الحاجة المطمئنة ان هؤلاء كل ما الموضوع بتقرب ومؤسسات البلد بتتكون الناس ديت عامله زي الطائر الذبيح. الطائر الذبيح ده اقدى يعني اكتر الاوقات اللي بيبقى فيها حركته عنيفه جدا اللي هو قبل ما يموت، قبل ما ينتهي خالص، بعد ما بتذبح تلاقيه عمال حركته بتبقى عنيفه جدا لغايه ما ينتهي ان شاء الله. فالموضوع ده انتهى وما نقلقش من الهجمه الاعلاميه، ولكن يعني احنا لازم نركز او لازم نعرف ان احنا مطلوب مننا حاجات مهمة جدا، ونعرف حاجات معينة أهمها الموضوع الصورة السيئة اللي عايزين يدوها عن الإسلاميين وإن هم ما عملوش حاجة للبلد، لأن الناس لغاية دلوقتي مش لمسة حاجة على الأرض بتقول الناس دول عملوا لنا إيه. هم دي مقصودة إن هم يوصلوا لنا إن الناس ديت ما عملت لناش حاجة، فإحنا مش عايزين كناس كشعب ذكي فاهم مش عايزين نوصلهم إلى ما يريدون ان احنا او الاسلاميين ما عملوش حاجه. والله اخوانكم في اعضاء مجلس الشعب ما عادوا بيشوفوا ولادهم، ومنهم اطباء زملائنا سابوا عياداتهم وقفلوها، في حين ان هو كان بياخد من العياده 10 مرات او 10 اضعاف قد اللي هو بيقبضه من مجلس الشعب، لكن هي رساله بيؤديها لربنا سبحانه وتعالى، وعشان لما يروح لربنا يقول له يا رب انا عملت اللي عليا بقدر ما استطيع. الرساله الاخرى بتوجه للاسلاميين، يعني الإسلاميين نفسهم، إن إحنا بنكلمهم اللي هو الناس اللي بيحملوا الفكرة الإسلامية، إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى ينصر من ينصره، فمش عايزين تخاذل. وقدام هذه الهجمة الشرسة إحنا المفروض بنعمل اللي علينا، بنبين للناس بقدر الإمكان إيه هو اللي بيحصل وليه هم بيعملوا كده، ويجوا على راجل كان عايز يترشح رئيس جمهورية لف أقول إنه هو والدته ما هياش مصرية، راجل تاني يجي يترشح اللي هو خيرت الشاطر من ساعة ما قال إنه هو يترشح وكأن الناس كفرت وبدأ يجي لهم تشنجات ونوبات صرع وجات لهم الكريزة، يعني ما عادوش عارفين يلموا نفسهم وبدأوا يطولوا لسانهم ويتكلموا في كل اتجاه وكأن هو ده يعني اللي هيجيب آخرهم يعني. فإحنا لا نأبه بهذا الكلام، ولكن إحنا الفيصل بيننا وبينهم الشغل على الأرض. هم بيجاهدوا في الفيسبوك وفي التلفزيونات، لكن الإسلاميين بيجاهدوا
على الأرض من خلال علاقتهم بالناس ومن خلال خدمتهم للناس، وده في سبيل الله، لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. ولكن الرسالة أنه لابد أن يتحد الصف ولا تفرق الأصوات، ما يبقاش الأخ فلان ياخد كذا والدكتور فلان ياخد كذا والمهندس فلان هياخد كذا، هم يعملوا دعايتهم بس في النهاية لازم يتفقوا على شخصية تمثل أو تقوم برئاسة الجمهورية. لأن أعتقد وأنا ما بفتيش أن لو الأصوات تفتتت وأدى هذا الأمر في النهاية إلى أن في حد من الفلول أو حد محسوب على الفلول ينجح، أعتقد أن الكل هيبقى قاسم. وإحنا طبعا إن شاء الله يعني إحنا لحنا هدفنا سلطة ولا عايزين سلطة، وبقالنا 83 سنة بناخد على دماغنا. مش معقولة يعني الكرسي اللي بقاله 83 سنة الناس عمالة تتسجن وتتدبح عشانه، ده مش معقولة هيكون في النهاية عشان حتة الكرسي. يعني نرجع لموضوعنا وهو الخصية المعلقة. ايه اولا ايه هي الخصية؟ الخصية ديت موجودة عند الذكر، موجودة في الكيس اللي اسمه كيس الصفن. ايه وظيفتها؟ لها وظيفتين، وظيفة هرمونية. الوظيفة الهرمونية ديت هي إنتاج هرمون اسمه تستوستيرون. هرمون ده هو هرمون الذكورة المقصود عن التكوين الجسماني للرجل، عضلات وشنب ولحية وتكوينه العقلي، تكوين العقلي للرجل، الديسيجن ميكينج أو اتخاذ القرارات، الجرأة وما إلى ذلك. ده بالنسبة لي هرمون الذكورة. طبعا وظيفته تانية هي إقامة العلاقة الجنسية السليمة اللي هي القدرة الجنسية. أما الوظيفة الأخرى وهو الإنجاب، الإنجاب عن طريق إنتاج حيوانات منوية. في مكان تاني بينتج الهرمون شبيه بهرمون الذكورة اللي هي الغدة فوق الكلوية. أما المكان الوحيد لإنتاج الحيوانات المنوية أي المسؤول عن الإنجاب هو الخصية. يبقى لو إحنا جينا نتخيل إن واحد مولود بدون خصيتين، نفهم الكلام ده إيه؟ إن هو ممكن يتجوز، يتجوز يعني يقدر يقيم علاقة جنسية لأن في مكان آخر بيكون الهرمون، لكن يستحيل أنه ينجب. أنا بتكلم على اللي ما عندوش الخصيتين، لأن المكان الوحيد لإنتاج الحيوانات المنوية هي الخصيتين، وبالتالي يستحيل أنه ينجب ولكن ممكن يقيم علاقة جنسية عن طريق الزواج. نيجي بقى إيه هي مشاكل الخصية اللي ممكن تواجهنا كجراحين أطفال أو كجراحين عموما. أول حاجة إن الخصية، ودي أبسطهم، إن الخصية تبقى مطاطية. تاني حاجة إن الخصية تبقى معلقة. تالت حاجة إن الخصية تبقى دمرت، دمرت يا إما داخل البطن أو دمرت بعد ما نزلت، أو إن يحصل التواء موجود، يبقى فيه التواء يحصل في الخصية، أو إن يبقى فيه فتق إيربي يضغط على الأوعية الدموية اللي راح على الخصية تموتها. طيب دلوقتي في فاصل إن شاء الله يبقى لأذان الظهر، ونعود إن شاء الله إلى الكلام عن الخصية المعلقة اللي هو يكون أول كلام هنقوله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الأذان هنتكلم برضو، هنكمل موضوعنا عن الخصية المعلقة. أنا عايز أتكلم على جزء وظيفي، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الخصية داخل خارج الجسم، يعني كل أعضاءنا الداخلية جوه الجسم، كلية، معدة، أي حاجة، لكن الخصية بالذات موجودة خارج الجسم لأنها لا تعمل على إنتاج الحيوانات المنوية إلا إذا كانت درجة حرارتها أقل من درجة حرارة الدم أو الجسم 3-4 درجات، إنما إنتاج الهرمونات لا يتأثر بوجودها كخصية معلقة. يعني نقول تاني بمعنى آخر، إن لو واحد عنده خصية معلقة يتزوج عادي، لكن الإنجاب بإيه؟ نسبته بتقل. بالنسبة للأمراض التي تصيب الخصية، عندنا حاجة منتشرة جدا 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 وبنشوف منها العشرات كل يوم، اللي هي ما تسمى بالخصية المطاطية. إن الأم تيجي تقول أنا مش شايفة الخصية بتاعت الولد خالص، أو بشوفها أحيانا مرات قليلة وأنا بحميه ولا حاجة، وبعد كده ألي أدور في الكيس بتاعه ما لقاهاش موجودة. نجحنا نفحصه ونلاقي الخصيتين، بنقدر ننزلهم تحت إلى أسفل الكيس، دي بنسميها الخصية المطاطية. الخصية المطاطية ديت ما لهاش خطورة ولا حاجة، يعني مخاطرها حاجات بسيطة قوي هنتكلم عليها، لكن هي ما لهاش علاج غير في حالات قليلة. لكن في معظم الحالات احنا بنطمن الأم ان هو في الفترة لغاية 8 سنين 9 سنين بتبدأ الخصية دي تتقل، ولما بتتقل بتستقر مكانها. إذا لقينا معظم الوقت الخصية ما هياش بتستقر في مكانها ودايما طالعة في أسفل البطن
والكيس صغير وضامر ولازق في جدار البطن. في مثل هذه الحالة بندي هرمون اسمه البريجنيل أو موجود دلوقتي اسمه الكوريومون، بنديه بجرعة 75 يونت أو وحدة لكل كيلو جرام في كورس بيتكون من 3 حقنات. الكورس ده بيخلي وظيفتها أنها بتخلي الخصية تتقل وتنزل في مكانها، وإحنا ما نخافش من هذا العلاج، لأن العلاج ده في مثل هذه الحالات طالما له داعي وبجرعة مظبوطة ما فيش فيه أي مشكلة. في اتصال تليفوني. أستاذ مصطفى من الدقهلية اتفضل. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. الحاجة عشان بس نسأل الدكتور بتاع المشايخ البولية باجي إمتى؟ إيه؟ أم أحمد اتفضلي. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت بس عايز أسأل على كنت لسه عاملة لابني عملية ختان. أيوه. بس هو كان عنده العضو من قدام قصير شوية. اه. فلما عملت له عملية الختان حسيت إن العضو دخل لجوه بقى جوه جسمه. فلما جيت عرضته على دكتورة قالت لي إن ده أمر عادي، فأنا مش عارفة إذا كان ده فعلاً عادي ولا محتاج أعرفه. هو جسمه ملان من تحت، جسمه تخين؟ شوية مليان شوية. تمام، سنه قد إيه دلوقتي حضرتك؟ سنه 6 شهور. 6 شهور؟ طيب نجيب حضرتك ان شاء الله يا ام احمد باذن الله. اسمعينا في التلفزيون. متشكره. الله يكرمك. بالنسبه للاستاذ مصطفى انا ما سمعتش هو بيقول ايه، تقريبا بيسالني سؤال شخصي يعني. بالنسبه لام احمد بتتكلم على موضوع الطهاره، واحنا افرضنا حلقه للطهاره قبل كده، بنقول ان برضو من المشاكل الكثيره زي ما كنا بنتكلم على الخصيه المطاطيه شويه من دلوقتي، في مشكله خاصه بالطهاره بالذات مع اللبن الصناعي اللي احنا بنديه للابن او السريلاك او ما الى ذلك، بيتخن الولد قوي وبيخلي منطقه العانه ملانه بالدهون. فالطهاره ممكن تكون كويسه جدا وما نظلمش الدكتور اللي مطهره، ونيجي نبص نلاقي الايه العضو بدا يسقط يدخل داخل الجلد، يعني كانه لابس حاجه واسعه عليه فالعضو بيسقط ويتدرى في الدهون، فنقوم نتصور ان هو متطهر الطهاره ناقصه، نقوم نوديه تاني عشان يتطهر. بعد ما يتطهر نلاقي نفس الايه الموضوع رجع تاني، حتى في بعض الدكاتره ممكن تشيل الجلد خالص وبرضه تلاقي العضو بيتدرى تاني، ودي بتبقى مشكله. فاحنا نتعقل في هذا الامر، بنقول ان الدهون ديت العضو بيدخل فيها بيتدرى فيها، مش معنى كده ان ممكن تكون الطهاره ناقصه برضه، لكن في معظم الحالات بيبقى هو ده السبب، وبتبقى الطهاره او الختان بيبقى مظبوط. بيبقى مطلوب من الام بس ان هي بترجع الجلد وما تسمحش لان هو يلزق في راس العضو، وبنرجعه وبندهن له مره من حواليه عشان ما عادش يلزق تاني، وبنستمر لغايه سنه بيبدا الطفل يمشي، الدهون دي بتبدا تروح وفي نفس الوقت العضو بيبدا يكبر، فالامور بتتحسن. لكن برضو احنا على الجانب الاخر بنقول ان في جراحه للموضوع ده، الجراحه ديت بتبقى بعد سنه لو الموضوع كان ان الطهاره كويسه وان الدهون دي راحت وما زال العضو بيدخل لجوه، ممكن يكون محتاج اعاده طهاره لو هي مش مظبوطه، انا اسف. الحاجه الثانيه بنعمل حاجه اسمها تثبيت عضو، وده عمليه بسيطه، بنثبت الجلد في جسم العضو عشان العضو ما يرجعش ينزل او يسقط تاني، لانه لو سقط بيبدا يعمل التهابات متكرره في البول والتهابات للطفل، وتلاقيه عمال يعيط واحنا مش عارفين هو بيعيط ليه. لكن انا عايز اطمنك ام احمد ان في معظم الحالات بيبقى الموضوع مجرد حاجه كونزرفاتيف او حاجه علاج تحفظي بالمرهم، وان انت كل ما تشطفيه ترجعي الجلد ده بس، ولغايه ما نعدي سنه وبعد كده بنشوف القرار اللي هناخده ايه. بنكمل موضوع الخصيه المطاطيه، بنقول ان هو في معظم الحالات ما بنحتاجش تدخل الا في حالات قليله اللي الخصيه بتبقى فيها خفيفه، وفي نفس الوقت الخصيه الخفيفه ديت ما بتقعدش داخل الكيس والكيس صغير، بنقوم ندي علاج بسيط. هيقول لك ده هرمونات وهتاثر على الولد وبتاع، لا هي ما بتاثرش ولا حاجه، هي بتستخدم بعد سنه ولا سنتين بجرعه معينه اللي احنا قلنا عليها، ما بيحصلش منها اي مشاكل والخصيه بتستقر في مكانها وما بيحصلش مشكله. ده بالنسبه لموضوع الخصيه المطاطيه، وما نقلقش منها لان هي كثير من الناس القلقانه، زميلي يروح شايف الخصيه يلاقيها في اسفل البطن، يقوم يقول للام دي خصيه مطاطيه، تروح الام تعمل اشعه تلفزيونيه يقوم ياكد لها ان هي خصيه معلقه، ده هي موجوده اسفل البطن.
يقوم يقول لها ان دي خصة معلقة، تقوم تيجي لينا عشان تعمل العملية. خلاص هي متشخصة ان هي خصة معلقة، لكن بنلاقيها في النهاية ان هي خصة مطاطية. الخصة المطاطية يعني هي في اسفل البطن، نيجي نديها تروح نازلة معانا، ولكن شبكة في حاجة زي الاستك كده تروح ردها تاني ناحية بطن. في الحالة دي ما بنعملش حاجة لأنها بتتظبط مع الوقت. الموضوع التاني الخطير الخاص بالخصة اللي هي الخصة المعلقة. ليه خطير؟ أولا لأن نسبة حدوثه عالية، يعني 5% من الأطفال بيتولدوا عنده الخصة المعلقة، ولو مولود قبل ميعاده يعني 7 شهور أو 8 شهور بتبقى نسبة حدوثها بتصل إلى 20%، يعني كل 5 أطفال في طفل بيبقى عنده خصة معلقة. الخصة المعلقة ديت إن هي في بعض الحالات بنسبة الأطفال اللي عندهم خصية في البطن وما بتنزلش لتحت، ممكن بعض الحالات تنزل في أول 6 شهور، في أول 6 شهور بالذات، في أول 3 شهور بعد الولادة لو الخصية ناوية تنزل بتكون نزلت. ولذلك احنا بنعمل عملية الخصية المعلقة بعد 6 شهور، ما بين 6 شهور لسنة، ده الميعاد المثالي اللي يتعمل فيه الخصية المعلقة. طب ليه ما بنستناش؟ طب ما نسيب الولد لما يكبر أو البنج يبقى آمن بالنسبة له أو ما إلى ذلك. أنا بطمن الناس الأول من ناحية التخدير إن احنا ما عدناش نقلق، لأن التخدير بيتاخد حسب وزن الطفل، حسب وقت العملية، حسب حالته الصحية. في النهاية التخدير إن شاء الله بقى آمن وما فيش في أي مشكلة. يعني لو طفل جاي مولود وعنده فتيربي بنعمله في اليوم الأول، حتى لو وزنه كيلو كيلو ونص بنعمله وبيقوم سليم وما فيش في أي مشكلة، بالذات إذا كان اللي بنقيمه دكتور تخدير أطفال إيده واخد على الكلام ده، فاكر جرعات التخدير وما إلى ذلك، فدي بتكون حاجة آمنة إن شاء الله. بيتعمل بعد 6 شهور والمفروض ما نأخرهاش عن كده. ليه؟ لأن احنا قلنا إن الخصة ربنا خلقها برة عشان تشتغل، فهي لو دخلت فيه أو كانت حرارتها عالية بتبدأ تتعرض لضمور بسبب الحرارة العالية. طب يعني إيه ضمور؟ يعني بتبدأ وظيفتها بالنسبة لإنتاج الحيوانات المنوية بعد كده تقل. ففي سؤال دلوقتي هيطرح نفسه، طب اللي عنده خصية معلقة هل نسبة الفيرتيليتي أو اللي نسبة الخصوبة عن اللي ما عندوش؟ ده سؤال لازم نجاوب عليه بصراحة. لو احنا افترضنا ان فيه طفل عنده الخصيتين طبيعيين تحت، وقلنا ان نسبة قدرته على الانجاب بعد كده هتبقى بقدر الله 100%، يبقى اللي عنده خصة معلقة هتبقى كام؟ لازم نتكلم في دي بصراحة. لو عنده خصة معلقة على جانب واحد، على جانب واحد حتى بعد ما ننزلها، وحتى بعد ما ننزلها في وقتها، النسبة بتبقى حوالي 80%، يعني نسبة مش وحشة بس مش 100%. ده لو عنده خصة معلقة على جانب واحد. طب لو عنده خصة معلقة على الجنبين، نسبة الخصوبة بتقل إلى 50%. يبقى نسبة الخصوبة للخصوبة يعني القدرة على الإنجاب مش القدرة على الزواج. احنا قلنا ان الزواج ملوش علاقة بالحرارة لان انتاج الهرمون ما بيتأثرش بيه وجودها كمعلقة او غيره. في اتصال؟ ام ايمن اتفضلي. ام ايمن مع حضرتك لو سمحت. اتفضلي. عندي ابني عنده 2 سنين و4 شهور. ايوه. حضرتك عنده حصوة على الحلب اليمين. حصوة في الحالب. فحضرتك يعني الدكاترة وبعد الإشعاعات وكله قالوا أنواع العملية يعني. طيب هي حصوة في جنب واحد يعني؟ على الحلب اليمين، وأنا بصراحة يعني خايفة أعملها له. طب وهي الحصوة في الحلب ولا في الكلية؟ لا في الحلب اليمين. طب يعني هو جيله مغص وعيط على طول وكده؟ حضرتك يعني أيوة احنا كشفنا وعملنا جميع الإشعاعات يعني. طب هو حجم الحصوة صغير قوي؟ لا سنتي ونص. سنتي ونص ده كبير قوي على الحالب، صعبة. طيب الاتصال اتقطع، نجاوب أم أيمن بسرعة. هي طبعا بتقول إن في حصوة في الحالب وسنتي ونص، الكلام ده يعني أنا مش مقتنع بيه قوي، لأن الحصوة أولا هتتكون في طفل عنده سنتين و4 شهور، دي بداية صعبة ولكن هنسلم به. بس اللي أصعب منه إن هي تقول لي سنتي ونص. سنتي ونص ديت ممكن تكون موجود في حوض الكلية فوق لكن ما تبقاش موجودة في الحالب. الحالب سنتي ونص دي كبيرة جدا، يعني الحصوة اللي في الحالب في طفل عنده 2 سنين و4 شهور أقصاها مثلا 5 ملي 6 ملي، فهي ممكن تكون إيه ملي ونص مش سنتي ونص، فمعليش يتراجع هذه المعلومة. وعلى العموم الحصوة لو هي أكتر من 7 ملي غالبا ما بتنزلش لوحدها، وفي مثل هذه الحالات لازم الحصوة دي تتشال
بس نتأكد من التشخيص، وبتتعمل من خلال منظار مش من خلال جراحة، يعني منظار بيدخل من قناة مجرى البول في المثانة في الحالب بيشيل الحصوة. بس اللي أهم من كده أم أيمن إن أنت لما الحصوة دي تطلع لازم تتحلل، لأن هو سنتين وأربع شهور هيجيله الحصوة منين؟ هل في ضيق خلق موجود؟ هل في عنده مشكلة في تصريف الأملاح من جسمه؟ يعني عشان الموضوع ده لسه قدامه المستقبل كتير إن شاء الله وكبير، فعشان نحدد هذا الموضوع المفروض إن الحصوة دي بتتحلل ويتشاف سببها إيه. الحاجة التاني إن يتعمل أشعات والحاجات اللي أنت عملتيها عشان نعرف إيه هو السبب. اتصال أم محمد، اتفضل يا فندم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. من فضلك، أنا كنت ابني عنده 9 سنين. تمام. وعنده خصية، الخصيتين صغيرين. الخصيتين صغيرين. فعملت له قبل كده أشعة. وقال حجمه، الدكتور قال حجمهم صغير. بس بصراحة ما عرضتوش على دكتور تاني. الدكتور الأشعة هو اللي قال لك الخصيتين حجمهم صغير ولا الدكتور الجراح؟ لا، دكتور الأشعة. دكتور اللي قال يعني من خلال مقاييس هو عملها بالأشعة التلفزيونية قال لك ان حجمهم صغير. كان الدكتور طلب مني سونار وعملت له السونار. طيب العضو بتاعه شكله صغير؟ لا، العضو بتاعه عادي يعني. معقول يعني. طب هو بيحصل له انتصاب؟ يعني العضو بينتصب مثلا الصبح وهو جاي يتبول؟ انا بخش اشطفه وياخد حمامه كده، بلاحظ عليه لان انا يعني ما بديلوش اهتمام، بس انا عيني بتشوفه يعني. بتلاقي في انتصاب يعني؟ بلاقي في انتصاب معاه. طيب ماشي، الخصيتين دول بتلاقيهم يطلعوا البطن كتير ولا موجودين في الكيس باستمرار؟ اوقات بيترفعوا واوقات بلاقيهم طبيعيين نازلين، بس الكيس بتاعه صغير. صغير. انا عندي ابني الثاني 5 سنين. في فرق، في فرق بين الاثنين. بقارن ده بده، فبلاقي الثاني ما شاء الله لا غير ده. الولد ده تخين شويه؟ لا 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 لا، نحيف. طيب حضرتك اسمعنا في التليفون، في التلفزيون يا ام محمد. فموضوع ام ايمن احنا خلاص اتكلمنا فيه، راجع المعلومات ده الله يكرمك، لان سنت ونص اقول لك صعبه، وفي نفس الوقت لازم ندور على ايه السبب، لو كان في انسداد خلق ولا بتاع الزملاء بتوع المسالك هيحلوها لنا. بالنسبه لام محمد بتتكلم في ان في طفل عنده، ابنها يعني عنده 9 سنين وعنده خصيتين صغيرين. هو احنا بعد ما احنا قعدنا بنتكلم في التلفزيون والناس فتحت النت وعرفت احجام الخصه والكلام ده، بقينا بنستسهل ان احنا بنفتح ونتكلم ونسمع الدكاتره، وفي ناس غاويين يهولهم، وانا اسف في الكلام ده، احنا وغيرنا بنبقى احيانا بنهول في المواضيع عشان نخوف الناس، لكن نيجي نبص الخصيه بما يرضي الله من النادر ان هي تكون صغيره. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي لو حتى صغيره بيجي عند سن البلوغ بتبدا الهرمونات تشتغل عليها، بتبقى حجمها كويس. والدليل انا هقول لك عليه ببساطه، ان الولد بيحصل له انتصاب. هو الانتصاب بيحصل منين؟ الانتصاب ده هرمون الذكوره اللي طالع من الخصيتين بيشتغل على العضو يعمل له انتصاب. ففي مثل هذه الحاله اقدر اقول لك من غير ما اشوف الولد ان هو عنده هرمون، يعني الخصيتين كويسين وبالتالي حجم العضو كويس. في اتصال. اتصال. الو، السلام عليكم. ام مصطفى اتفضلي. لو سمحت، انا ابني عمل عمليه فتاء قربي وهو عنده 6 شهور. تمام. وبعد اسبوع من العمليه لاحظت ان في خصيه عاليه وخصيه واطيه. اللي هي ناحيه العمليه، اللي ناحيه العمليه. هي اللي عاليه. لما رجعت للدكتور انكر وقال لي ما فيش حاجه، وقال لي ان في التهابات شديده بتحصل بعد العمليه لمده 6 شهور. بعد 6 شهور ابتديت ادور، لقيت الخصيه حصل فيها ضمور تقريبا النص، بقيت النص. طب انت كنت رايحه تعملي العمليه والولد ما عندوش انسداد، يعني كانت عملية الفتق دي عادية، ما كانش رايح والفتق مختنق؟ لا لا، ما كانش مختنق، كان عادية خالص. الدكتور طب الخصية، ما رحش فجأة. الخصية قبل العملية كانت في مكانها تحت؟ كانت في مكانها الطبيعي. كانت في مكانها الطبيعي. وانت عاملاها دلوقتي من قد ايه؟ انا عاملاها 6/3 السنة اللي فاتت. 6/3، يعني عدينا سنة. طيب ماشي، انا اجيبك يا ام مصطفى، اسمعينا في التلفزيون. انا عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. في دكاتره قالوا لي يفضل ان انا اشيلها خالص عشان بيحصل منها بعد كده اورام وورم يعني وكده، وفي دكاتره قالوا لي لا تفضل مكانها وتنزل مع هرمونات الذكوره. انا عايز اعرف راي حضرتك الصح. حاضر يا فندم. لكن هو انت عملت اشعه قال لك ان هي ضمره خالص. الاتصال اتقطع، هنتكلم دلوقتي. بالنسبه لام محمد بتقول ان الخصيتين، انا بطمنك بس برضه هنتكلم كلام علمي. السونار لو قال ان هي صغيره بالمقياس للسن، دي الكلمه دي نحترمها شويه، لان السونار بيقيسها
بالظبط. بس انا رجاء اولا خلي جراح يشوفها. الحاجة التانية المهمة، اعملي سونار في حتة تانية، ده مش تشكيك في الدكتور اللي عمل، لكن اجهزة السونار عشان تفرق اللي بين ملي وملي لازم اجهاز دقيق جدا، فنروح لدكتور اشعة يكون عنده جهاز بالبروب بتاعه يبين الفرق في الملي مترات، هيطلع لنا الفرق. لكن كون الطفل بيحصل عنده انتصاب والعضو بتاعه معقول، يبقى انا بقول لك يا ام محمد الوضع طبيعي، وهو لما بيوصل لسن البلوغ هو واخوه اللي عنده 5 سنين هيبقوا الاثنين زي بعض. ومن ادراكي ان اخوه اللي عنده 5 سنين ده لما يوصل لسنه هيبقى زيه. يعني انا دايما بقول الكلمه ديت ان احنا ما نقارنش الاطفال ببعضها، لان ده غير ده، زي ما ده بيتولد طويل ده بيتولد قصير، لكن في النهايه ده بيقوم بوظيفته وده بيقوم بوظيفته، لكن مش لازم يبقوا زي بعض. بالنسبه لام مصطفى بتتكلم على الفتق الإيربي، ان هو الولد جاله فتق، الفتق ده هو الدكتور راح وعمل له الفتق وتمام. بعد الفتق من احد مشاكل الفتق عمليه الفتق ان الخصيه بتشبك في الالتصاقات اللي بعد العمليه فبتبقى تعلى شويه. فاحنا عشان كده بيبقى من الخطوات المهمه في اجراء العمليه ان احنا بعد ما نستأصل الفتق نقوم نتاكد ان الخصيه بالحبل المنوي بمحتوياتها نزلت في اسفل الكيس. واحيانا دي بتاخد مننا وقت، بس لازم لانها ممكن تدخل في حته غريبه تلاقيها علت بقت في اعلى الكيس، بدل ما كانت في اسفله بقت في اعلاه. فدي من المشاكل اللي قد تحدث، وديت احنا بنتجنبها بان احنا بناخد وقتنا في ان احنا ننزل الخصيه في اخر الكيس. المشكله الكبيره اللي ممكن تحصل وهي ضمور. ضمور يعني ايه؟ يعني الدم اللي رايح للخصيه اتقطع، يا او اتقطع او حصل فيه تقلص في الوعاء الدموي اتقفل فادى الى ضمور حصل مع الوقت في الخصيه. في اتصال وهنكمل مع ام مصطفى بعد كده. مدام مروه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. لو تكرمت انا ابني عنده 4 سنين. ايوه. والحقيقه هو بعد ما قلعت البامبرز لسن سنتين او سنه ونص كمان، وبقى بدا يقعد على تواليت كده كويس كويس تمام، بيعمل مرتين وثلاثه في اليوم. وبعدين الحقيقه بعد سنه كده لقيت حضرتك بيخاف يعمل حمام، بيقف جنب الكرسي كده والحمام بينزل بصعوبه جامده، وبقى يوسخ الاندر بتاعه الكلوت بتاعه كل شويه. الحقيقه يعني دخت عند الدكاتره في قال ديدان وفي قال كذا، المهم تواصلت الدكتور قال لي المفروض نعمل له منظار وكده. قال لي اكشف عليه قبل ما اعمل له المنظار. بيحط صابعه يا دكتور؟ لا. قال لي البراز متكلس في القولون ناشف، اعملي له حقن شرجيه لحد ما تنزل كميه البراز دي. وفعلا يا دكتور نزلت كميه براز رهيبه. أيوه. كبيره جدا. وبعدين رحت لدكتور تاني قال لي لسه في براز، بقى كل شويه يكشف عليه واداني ملينات لاكسولاك، وبقيت احط له مرهم كده في الفتحه الشرجيه وكده لحد ما كميه البراز نزلت. تمام. دلوقتي هو بقى له سنه دلوقتي و4 شهور في الموضوع ده. لسه بيوسخ الاندر بتاعه. هو اتظبط في العلاج، هو ماشي دلوقتي بالملينات. تمام. ماشي بالموتاليوم واللاكسولاك على طول. طيب حضرتك بيوسخ الكولست بتاعه دوت كبير جدا طبعا يعني. ده حاجه قلقاكي يعني وتعباكي طبعا. طيب طبعاً. هو دلوقتي هو حضرتك عنده 4 سنين. أيوة. الموضوع ده ان هو يعني يعك الاندر بتاعه ده بقاله قد ايه؟ بقاله سنه وشهرين بالظبط يا دكتور. طب هو لما بيعمل براز قطر الحمام بيبقى كبير على سنه؟ بتلاقيه تخين؟ لا، هو كان بيعمل مرتين وثلاثه في اليوم. ايوه دلوقتي. أيوة. حضرتك ماشي بالملوينات وبيعمل مره او مرتين في اليوم. تمام. لكن لسه بيوسخ الاندر بتاعه وبيقول لي يا ماما الكركمه بيقوليش ان هو نازل. ما بيحسش بيه. مظبوط. عملت له طبعا يا دكتور اشعتين وكده بالصبغه. لقيت زي ما يكون في تضخم شويه، تضخم في القولون. قالوا لي من البراز اللي كان متكلس فيه. مظبوط. فانا دلوقتي يا دكتور انا مش عارفه، هو كل ما اروح للدكتور يكتب لي علاج لمده شهرين ثلاثه ويقول لي طب بتعالي لي كذا، فالولد بقى له سنه و4 شهور بياخد ملينات. ماشي. الموضوع بتاع حضرتك واضح وانا هكلمك فيه، وكويس انك فتحت الموضوع ده. حضرتك اسمعيني، بالنسبه لام مصطفى احنا بنقول احد مشاكل العمليات بالذات لو الفتق كان مختنق، وعشان كده انا بقول فتق ايربي يساوي عمليه على طول، لان لو حصل اختناق الفتق ده المحتويات بتضغط على الدم اللي رايح للخصيه وبتموتها، فعشان كده الفتق الايربي بيتعمل على طول. اما احد المشاكل ان يحصل ضمور، ممكن الدكتور لقى صعوبه في انه يفصل الكيس اللي هو عامل الفتق عن الاوعيه الدمويه، فالاوعيه الدمويه حصل فيها نوع من اتقفلت فحصل ضمور بعد كده. حته ان هي بتتكلم على ان احنا نشيلها او كده،
ديت انا ما اقدرش اكلمك عليها بدون ما يعني ما اشوف الطفل. ولو انت مش يعني لو انا في صعوبه في ان انا اشوفه روحي اعملي اشعه تلفزيونيه شوفي حجمها قد ايه، هل هي ضامره تماما ولا في بعض الانسجه، لان لازم بيبقى في بعض الانسجه موجوده. اذا ما كانش الخصيه لها وظيفه السبرماتوجينيسيس او اللي هو انتاج الحيوانات المنويه برضه هيبقى في بعض الوظيفه الهرمونيه، فسيبيها. اما حته ان احنا نشيلها او كده ما تحاوليش تعملي كده، وهي الخصيه تحت عينينا مش هيبقى فيها مشكله باذن الله. بس الخصيه الثانيه اصبحت غاليه نخلي بالنا منها. نخلي بالنا منها ازاي؟ ان لو في فات ايربي حصل فيها، وده هو عرضه ليه. ليه؟ لان 10% من الاطفال اللي بيجي له فات بيجي له على الجنب الثاني. 10% من الاطفال، انا بعيد لك الكلام، اللي بيجي له فات بيجي له على الجنب الثاني. فانت تخلي بالك من الجنب الثاني، اول ما يجي له الفات على الجنب الثاني بسرعه تجري على جراح اطفال او تجري على مستشفى فيها جراحه اطفال يعمل لك العمليه، وعشان نحافظ على الخصيه الثانيه لانها اصبحت خصيه غاليه دلوقتي. بالنسبه لي ده خلاص ام مصطفى، وانا رايي ان انت لو كان فيها لسه اي انسجه حيه والسونار هيقول لك الكلام ده اللي هي الاشعه التلفزيونيه خليه. بالنسبه لمدام مروه بتتكلم في موضوع مهم جدا، احنا افردنا له حلقتين ثلاثه اللي هو مشكله الامساك. مشكله الامساك عند الاطفال مشكله كبيره جدا جدا، وبتزيد في وقتنا الحالي بكثره بسبب ان الاطفال حركتهم قلت او ان هم غير حركتهم قلت بيحبوا بقى في جوازب الحياه اللي بيحبها الاطفال زي الاعاد على النت او التلفزيون او البرامج الشيقه في التلفزيون وقنوات الاطفال اللي شغاله ليهم ولعب الكوره والكلام اللي بيتعمل اللي احنا ما نعرفوش ده، اللي هو بيقعدوا يلعبوا كتير قوي على النت والمزرعه السعيده ويعملوا ماتشات وحاجات من ديت، حاجات الواحد بيشوف عياله بتعملها وما بيعرفش هي ايه دي، بس في النهايه بيفضلوا قاعدين. يجي له الطفل ده الرغبه ان هو يعمل الحمام وما يقومش، ما هو هيفوت نص عمره لو قام وفاته الحته دي، فيفضل قاعد، تقوم الرغبه دي تكبت، يقوم البراز يتراكم، يجي مره ورا مره تلاقي البراز بيتراكم. الطفل بيحصل له بسهوله جدا تضخم في القولون، يقوم القولون يكبر بسبب ان البراز متراكم، يبدا يحصل له امساك، ما هو خلاص ما عادش بيعمل، البراز اللي متراكم ده بينشف، الميه بتمتص منه، يقوم الطفل ما يعرفش ينزله، يجي ينزله يلاقي ناشف، يعمل له شروخ، الشرخ ده بيألمه، يقوم يخاف يعمل، خوفه من انه يعمل يخلي البراز يجي الجديد يتراكم، فنخش في حلقه مفرغه يؤدي في النهايه الى تضخم في القولون. لما يحصل بقى تضخم في القولون الاحساس عنده بيبدا يروح، يقوم البراز يجي يسيل وينزل منه من فتحه الشرج، يغير يعك او يلوث الاندر بتاعه، والطفل مش ماهوش حاسس، فاحنا ما نضربوش دلوقتي، احنا نضرب نفسنا. نضرب نفسنا ليه؟ لان احنا اللي سبناه يقعد وما نظملوش دخول الحمام من الاول، واحنا لنا دور كبير في اللي حصل ده، هكمله دلوقتي. اتصال ام مصطفى. استاذ مصطفى الو. ايوه يا فندم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك انا عندي طفله عندها 5 سنين. تمام. بتتبول في الليل ميه؟ على نفسها. اتفضل. كل يوم هي يعني بحس كده ان هي يعني عندها حته الانطواء كده، يعني ايه؟ يعني منطويه كده حتى عن اصحابها في الحضانه او عن حتى اخواتها في البيت. ده بسبب موضوع التبول ولا دي طبيعتها؟ هو دي طبيعتها ممكن، وممكن الله اعلم بسبب موضوع التبول او لا، بس تقريبا هو كل يوم تقريبا بتتبول، وانا كنت حللت لها كان طلع عندها نزله املاح. طب هي بتحب تلعب لوحدها ولا بتختلط بالعيال؟ لا هي تقريبا